إلى ذلك ثمن نازحون إلى مدينة كركوك دور إدارة محافظة كركوك في استقبال وإيواء النازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، مشيرين إلى أن إدارة وأهالي كركوك استقبلوا النازحين بحفاوة وقدموا لهم مساعدات وأماكن لإيوائهم. وأضاف النازحون أن إدارة كركوك بذلت جهودا حثيثة لتقليل معاناة النازحين من خلال تقديم الدعم الإنساني، مطالبين الحكومة الاتحادية أن تؤدي دورها لمساعدتهم. ثمن النازحون إلى مدينة كركوك من المحافظات التي تشهد ترديا أمنيا جهود إدارة المحافظة في تقديم أفضل الخدمات لهم واحتضانهم ومد يد العون والمساعدة ومن جميع النواحي، مرشدين بدور أهل كركوك ومن كافة مكوناتها لاستقبالهم بحفاوة بالغة، معتبرين أن كركوك مدينة الأمان والسلام، وفعلا إنها أثبتت للجميع بأنها مدينة التعايش الأخوي. لشعب كركوك المتمثلة بحكومة كركوك المحلية وعلى رأسها السيد محافظ كركوك لما لقيناه من ترحيب وحفاوة من أهالي كركوك الكرام. نشكر أهل كركوك باستضافتهم إلينا، استضافونا برحابة صدر، ما خلوا قصر ويانا، الجوامع، البيوت، البيشمرقة ما قصر ويانا. النازحون أشاروا إلى أنهم يعيشون بين أخوتهم في كركوك بكل حرية وأمان، مشيدين بجهود إدارة المحافظة للنهضة العمرانية والخدمية الحاصلة في كركوك. الاستقبال كان من قبل الأشايس وهذا جيد. نشكر أهل كركوك بالنسبة للاستقبال، استقبال جيد جدا، مشكورين جزاهم الله خير. بالنسبة للجهات الأمنية قاموا بواجبهم اتجاهنا، يعني استقبال جيد جدا. والحمد لله والشكر، المنطقة أمينة وأهلها طيبين. إدارة أهل كركوك بذلوا جهودا كبيرة في استقبال النازحين ومد يد العون لهم وسط غياب وتقاؤس الحكومة الاتحادية عن دورها المنشود. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر